الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الحديث الثالث والثلاثون حديث كصدن يا صديحي عن ابن عباس عبد الله بن عباس أيوب بيهقي كوريي يغير كسبة رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحويري: لو يعطى الناس ضدك هذه لصيلها بدعواهم شيغ الشدود لدعى رجال رقى شيغ لها أموال قوم ضد ماليالكود إيو الدماءهم ضد ديغيالكود، لكن البينة مرقاتدة على المدعي قفك وحشيغنا يكركي سيهاتي، واليمين دارتينا على من أنكر قفكي إنكري دوشي سايا هاتي. حديث حسن وحديث حسن أيو الإمام النووي رحمه الله رواه البيهقي إمام البيهقي أيا وريي إيا وغيره غير كيس هكذا سيدا سي وريا، وبعد قبل كيسنا في صحيحين البخاري مسلم أيو كسو غيه هاي. حديث كصدن يا صدحي وحديث قاعدة وين أو مهمة أؤه حقوقك إيا كالصاري ضدك حقوق ضلوك كالصارو أن أسهل كيس البخاري مسلم كسو غنيا هاي وحويان البينة على المدعي أسهل كيدا انتاس وحوين بخاري مسلم كسو غنطا، لكن وحويان لفظيان البينة على المدعي واليمين على من أنكر جملة صداسة بيهق أيا وريي أن إمام نوين وحديث حسن العلم بضان وكلمة وحوين وإثباتيين حديثك وإثباتيين أن حديثك لتو أيقنا صحيحة بخاري مسلم كسوغانو أن إن صداسك لطاية تسعينا واجر أن صدا حديثك أشعث ابن قيس وبخاري مسلم كسرنا من إسقاب صدين مركز النبي كويري صلى الله عليه وسلم بينتك مرقاتك أجد كيني أو يمينه هديك الوقود دارنا من الله معنى بينتك أو يمينه أويرى النبي صلى الله عليه وسلم. سيسترت هذا من الطقيق العيد وقل رحمه الله تعالى حديثك مركو شرحي: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأصل وأصول أحكام تكمدة وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، وأنا مرجع أقوي الله لابتو مارك الله يسقب صدو وحن لقود دودو وحن كان يا إن انقفنا الله حق من وحا وشيقنا سببتو عن نبي وحن صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس ضدك هدين لصيلها بدعواهم شيق شدودة، معناها وحا إن شيقنا يا هدين لسك سيلها قفا وحشيكتي وعن قف كان كلاي هاي مال من كان وحان كلاي هاي كنشل وعن كان كلاي هاي وحوي انتا سوكالي قفا وحشيكتا دي الله حكم لها بغل القرآن كلاي صوصي نينو يقدر عبه يدري هاي عبه مالحا كتشارو عبنا واكن وحوي انها دي قف والبعض وحشيكتا لسيلها لدعا رجال رقا شيغا لها، معناها رقا باب التغليب بدا شيغا لها وي رقا يضمر بها شيغا لها يعني. أموال قوم من قوم ماليالكود إيو الدماءهم، معناها دادا ألاك بقينا لوريكي دا رجال لا يخافون الله دادك ألاك بقيا داد مالكود يبيقود شيغا ميان
لكن ضد أن الله كبقين أيها الشيخ لها تدريب جسم مالكي سدي قفو البابا وحو الشيخ طلق حكميو قف كان وحن كله إياهاي 8 مليون ما كله إياها ورياض سي قف كان وحو يقدي لي أبه يا مويل كيجي هيا قصاصه مضحكة شرو وحن نولالها لما أعرف وحن نولالها لما أعرف قف كان وير ردوبي خلاص ألا الدلو مرتد ودل حكم كيسي كان واد بدعولي يا الله هذين خلاص على وضع أمس فبدعولي أنا الدين كي يدوي هذا المرض في سبع إمالة سأس درت إذا قفكو وحى وشيكته الله رماي ما إلا بين الله له إلا بين الله له قفك مركو وح شيكته بين الله لي هات برهانك إن كنت من الصادقين سداس على لي سداس على لي قاعدة دي مركزتك اللي جوك على سارة النبي وشيخي صلى الله عليه وسلم يقول لكن البينة لكن مرقاتيقة على المدعي قفك وحشيقنا يدوشي سيها مرقاتي وحالا قربا قفك وحشيقنا يد وليمين طارتنا على من انكر قفك انكري او يريق ملحا مركا وحالا ربا لكن إلا فهمه يا مدعي يا مدعى عليه استلاحات طورة أي أهل العلم يقول كوكرة الماما مثلا قرى وحي رهدان وحي مدعي اللي رهدان قفك هدو آموصو أن لقب سري أو بيشب الوكالة تاع دعوة دعوة تشوك سني مدعى عليهنا وحي لرهدا قفك هدو آموصو أن لديه سيدا أصال الوكالة يقن إلا مثلا في رقفها سوتة يقول ليه هاي قف كان أيام وحن كلها هاي بغل كل فيري قفك سيدا أصلاح أيام مدعي اللي رهدان هدوه تأصلوا اسكتكو كان كالو اسكتكا ساقو هدو آموصو لقب سما قفك مركا هدو آموصو لقب سنين او ارنتا بموصو افتر ميضو كاسال لي رهدا مدعي مدعى عليهنا واحد لرهدا قفك هدو آموصو لديه او لليه وريكا قربة إلا قفك وحلوش يغاني هدو آموصو موكتا لديه ما يكا قربة لليه لكن قفك وحش يغاني هدو آموصو او اسكتكو قفك هنو اسكتكا لليه مركز سيدا سألوه كلا يقانا مدعي مدعي عليه قارك لواحد هذا الميق بريقه كلا الله شيقيا وحاوي المدعي وقفك الشيقانا يا خلاف الأصل خلاف الظاهر سيدا ظاهر كا صبتوه أصل وحا قفك إنا وحلوه لهين أصل سيدا سأل صبتوه قفك نمركو رشوه يديس رشي موحلالوه لها حالوه ماهي صما وحكو لها انشدوه وح دير كيين صما مركز الأصل براءة دمه لهذا أصل وحا قفك إنا وحلوه لهين الأصل براءة الذمة قفك وحشيغانا وحشيغانا وحصل كقلافسا مركا لبادو ذا مركا أصل سواء استيغان أو قفليرا وحران كلاية من نوليها إغماليه أصل وحا كود تيغان قفك وحلوغو الشيغانا أو إنا وحلوغو لهينا أصل يا ضعيفة مركا من عحوك يرى وقف وحشيغانا وكيسا حوكيا قفك وحلوغو الشيغانا من عيسا حوك بضانو أصل وحلوغو مالهين هادو مرك أصل كي يكون تاجين. نارت يا مرقاتيك مرقاتيك حب بنا. مرقاتيك حب بنا. سيد أصدر تيدا مرقاتيك حوج بنا لين حوج يراي الوجي. حلالي أضع أصل كقلاف سنة مرقاتي أرتكين. قف كده هاي قف كأنا وح كلية. دعوة أصل وح يودع هذا قف كأنا وح كلية هاي مركو يرا. وحلالي هو روح مكولي. هذو قرة. فحين هذا خلاص وركي وضمه. هادو يرى إغو مالحا أصلو كاسو كو تاغن يهي اللقيمة إنو ساكو قولهن مقاتو كان لقيمة إغوفك لو حران كولي يهي وحالي لي يهي إناد كولي بهاي مرقاتو كان دو سو تاغن مرقاتي مرقاتيال كونو يبدين دي زينت هاي أفرنين أو مسلمين هو عادلين على غربة أفرنين وحزينة ما كو سابسانطي حقوق دا عن مالي قاهين مالنا عن لوغا قسدين سيدة جورك بلاقة رجعية ده وحالة ليه يا اللبنين أو مسلمين هو عادلين كين اللبنين وحكا ليه لغي يليما لابد دمرا لغي يليما حالين يا لابد دمرا لغي يليما هدان شيغان مال وصنعين مالنا اللوغة قستين سيدة النكاح سيدة وحوية بلاقة سيدة رجعية ده ورجعية سؤولية مقاتي كينا للي لابن مرقاتي لابنين ومقاتي يعني. مركز رج عيسي يا كلتشو وين رج عيسو هذا قاله قربان صومالي رج أما بيقانين أولي هاي قبل أنت واهب لفوراي أنا إسلام مركي وحاني وحبك مجرين دلاغات حتى وحبك مجرين وابا فورتي سامح وجه
waxba kama jiraan waa iska sheekay la yaab caamannimadu waa wax la yaab waxba kama jiraanaan iriyuulay isla markiiba waxba kama jiraan miyaad dhihi kartaa waa tagay xarigaas qaab wax loo soo rajaystaa jirta waana qaabkii barata marqaatina u samaydaa laba marqaatina aad u samaydaa marka taas weeye maxaa soo haray wixii sidaasoo kaleeto waxaa la mid ah qofkan waa faqiir maa dhawadan soo marnay xadiiskii qabiisa oo tuugsigu marka u banaanaana marka tuugsigu u banaanaana iyadana shuruuday u baahnays saddex qof saddex nin oo qaraabadiisa oo caaqiliina waa inay ka marqaati kacaan marka waa inay ka marqaati kacaan hadduu maal yahay wixii marka maal hadduu yahay maal hadduu yahay ama wax maal looga qasdayo saddex shay mid ayaa la rabaa laba nin waa inuu keenaa hadduusan heli karin hal nin iyo laba dumara waa inuu keenaa fain lam yakuna rajulayni farajulun wa mraataani hadduusan ahayn hal nin waa inuu keenaa markuu ninkaas keenaana dhaaraa laleey oo dhaartii ku kaba intaas midu waa in la mara laba nin hal nin iyo laba dumara hal markaati hadduu keeno dhaara loogu kaba bayineed waa sidaas mararka gabal bayinada waxa imaan kara ma ahan markaati oo kaliya bayined bayine waxaa la yidhaahdaa wixii wax ku caddaadaan wax alla wixii qofka wax ugu caddaadaan bayine waa la yidhaahdaa oo mararka gabal qaraa'in kaleetay noqona waxa wax ku caddaanayaan bayine kaliya ma ahan oo mithaal waxaaba ka mid aba nabiyullaahi daawuud iyo nabiyullaahi sulaymaan labadii gabdhood u yimaadeen laba gabdhood oo laba caruura haysta ayaa meel duur kaa aadeen tii weyneed caruurkeediiya bahal cun bahalaa ka cunay tii yareeday kula dhegtay tii kanaan bala war ma dhalina iidda iyagoo iskula dheganay nebi daawuud u yimaadeen nebi daawuud